كلمنا على رضا سليم الاول ولا كلمنا على امام عاشور الاول ولا كلمنا على الاهلي بشكل عام الاول؟ يعني لو ينفع كلامك على حد ثالث وبعدين انا اتكلم على دول لو انت عاوز. انا عندي اربع يعني انا في اربع لعيبه شايف النهارده ان هم عملوا مباراه كبيره. قول لي هتبدا بمين؟ هبتدي بديانج. بديانج حلوه المفاجاه بالنسبه لي لانه ديانج هو الوحيد في النادي الاهلي رغم ان عنده مشكله. اقول لك في اخر 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 جمله عن ديانج هقول لك ايه مشكلته. ديانج لو نجهز اللقطات بتاع ديانج ديانج هو اللاعب الوحيد في النادي الاهلي اللي بيحاول يرجع مارسيل كولر تاني لفكره الضغط العالي وانتزاع الكره واستخلاصها في مكانها. ممتاز. هتلاقي ان ديانج بص ديانج يوصل فينا كريم للثلث الاول من ملعب المصري. صعب جدا تلاقي لعيب مركز 6 او مركز 8 بيوصل هنا. بص الراجل بيوصل فين؟ الراجل بيضغط على خط واحد مع المهاجم وبيسبق المهاجم في الضغط. الكره دي كرر كم مره؟ 6 مرات. غلط المصري 6 مرات في اول 25 دقيقه بس. ممتاز. في اول 25 بقى الاهلي ما عرفش يطور ده ويستغله. كمان انا هنا بكلمك على الدور الفردي لاليو ديانج. كمل بعدها وهقول لك في اخر لقطه هي ايه مشكله ديانج حتى هذه اللحظه اللي ما اتغيرش فيها. بص ديانج وصل فينا كريم البنتريشن اللي بيعمله ديانج ده ما كانش موجود قبل كده لان ديانج في وقت موسيماني وقبل كده كان بيشتغل دايما في مركز 6. المساحات اللي بيروح لها ديانج هو اشرس لعيب. بص يا كريم بيوصل لحد بيضغط على السنتر باك وعلى حارس المرمى. اشرس لعيب في الاهلي بيقدر ان هو يوصل للمناطق دي. بص هنا كريم بيفضل يضغط طول الوقت دي. طبعا الفرصه اللي ضيعها مودست لكن انا هنا مش جايبها عشان فرصه مودست. انا جايبها علشان بص ديانج بيضغط لحد فين ووصل النادي الاهلي انه بياخد الكره في مكانها 5 أو 6 مرات في مباراه النهارده بس. بص كمان وصل فين. وقف هنا اول ما يستلم. بص يا كريم دي مشكله ديانج الازليه. صح. القرار. ايوه انا باحسن لعيب يحط الكره تحت رجله ويقطع 20 و30 متر ومحدش هياخد منه الكوره. حد بيعرف ياخد منه الكوره لكن في النهايه بعد ما يقطع 20 30 متر هو بيعطل لانه مش محضر. صح. دي المشكله الوحيده. ديانج لو طور دي هيبقى في حته ثانيه خالص. هو صح. هو مارسيل كولر بالنسبه له ديانج ما بيطلعش من الملعب ومش هيطلع من الملعب. لكن في النهايه هو بيعمل له ادوار. لو طور دي كمان هيبقى مفيد جدا 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 للنادي الاهلي. كملها عشان ترجمه كلام جيمي. كمل. بص هنا كان ممكن يصوب. كان ممكن يعمل باس لتاو. كان ممكن يقف على الكره ويعمل الترن ويحطها لتاو برجليه اليمين. كان ممكن يحطها بوشه لمودست. ما عملش كل ده ليه؟ لانه مش محضر القرار. مش محضر هو راح يعمل ايه. بيفكر في اكتر من فكره لحد عمل دي. الكره دي كررت 4 مرات. انا جايب مثال عشان الوقت. كررت 4 مرات بيروح يقطع ويروح في المساحه ويعمل عمليه الضغط يعمل كل حاجه بمثاليه لكن في النهايه القرار بيبقى سيء. عظيم. فالمخرج بتاعه بيكون كده. نشوف اللي بعد كده. يلا كمل مشيها. يلا روح. بس هو يعني هو النهارده انا سالك على ديانج برضه 8 طب دور 8. ما هو ده طبيعي ان هو اللي انت بتقوله دوت ان هو يعمله ده دور 8 لما هيرجع 6 ما هو مش هيقدر يطلع لقدام. فاحنا برضه عشان نوضح الامور ما في اختلاف ما بين 6 و8. لا انا بتكلم 8 على دور 8 انه يطلع يضغط لحد الثلث الاول من فوق. هو هيضغط. لا هو مش بس. في فرق كتير في مصر بتلعب 4-3-3. معظم الفرق دلوقتي بتلعب 4-3-3. فيش لعيب بره النادي الاهلي عشان هي دي فكره مدرب في الاخر بيطلع يضغط من الثلث الفوقاني. ودايما الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيطلع بواحد ويثبت واحد. كان بيطلع بحمدي فتحي وما كانش ديانج اللي بيضغط. كان ديانج بينزل يقف تحت. اتفضل عشان بس نتكلم 8 عشان برضو الناس تبقى الامور واضحه لهم. 8 اي 2 8 مع امام وديانج هم يقدروا يعملوا الدور ده اللي انت بتقوله مظبوط 100%. وما اقدرش اتكلم معاك في ان هو راح وبيروح وبيكمل. ما هو ده المدرب طالب منه كده. ايوه بس هي قدراته بقى والقوه بتاع ديانج في استخلاص الكوره واندفاعاته والمجهود البدني اللي بيعمله. في لعيبه كتير جربت في الاهلي في الحته دي. انت بس انت بتعملهاش بنفس الشراسه. من اللعيبه اللي عندها الباور ده اللي يروح ويجي كل شويه. ديانج عنده كده. ما بالظبط كده. ما هو ده اللي بيقوله. انا بتكلم على اللعيبه اللي مش اي لعيب يقدر يعمل ده. يعني عشان برضو اصل انا وانا قاعد تهت شويه فانا حسيت اصل هو قال 6 و8 فهو لا ده دوره. هو يقدر. هو ده دوره النهارده ان هو اللي عمله دوت. انا بالنسبه لي مش حاجه اللي انت النقطه اللي انت حضرتك بتقولها محمد حلوه ان هو بعد كده القرار. انا معاك في دي. اما اللي هو عمله النهارده ده طبيعي. تمام. انت رايك بقى كابتن حسن في امام عاشور الناحيه الثانيه 8 اخر كان بيلعب النهارده. امام عاشور عمل مباراه جيده النهارده عمل 2 اسيست. رايك ايه في مستواه بشكل عام؟ خلي بالك امام برضه هيفضل فتره طويله جدا بسبب الضغوطات اللي حواليه. هيفضل عنده شويه حاجات قرارات. بس هو في الاخر لعيب شخصيه كويسه. شخصيه لعيب امكاناته عاليه قوي. وكنت اتمنى ان هو يكمل في الاحتراف لان كانت الاستفاده اكبر ليك هو كلاعب وكمنتخب. تمام. امام انا ما اقدرش يعني انت ما جيش ان احنا دلوقتي هنيجي نتكلم على امام. لا يعني امام ان يعمل اسيست واثنين وثلاثه ده الطبيعي بتاعه. النهارده لما تيجي تبص كم كره اتشطت على الجول
هو امام اللي كان بيشوط. انا اقصد انه امام دخل مع الاهلي برضو بسرعه يعني دخل مع الاهلي بسرعه. خلي بالك كريم ليه دخل مع النادي الاهلي بسرعه؟ لما تيجي تسال نفسك كده ليه دخل مع النادي الاهلي؟ لان هو عنده في الكوره اسمها حاجه غل. الناس كلها بتتكلم عليك، لازم تبقى مركز قوي، لازم تدي اقصى طاقه، لازم تموت نفسك، هتعمل حاجه انت في تحديات مهوله بسبب انتقالك للنادي الاهلي. لو قليت بص يا كريم، لو النادي الاهلي النهارده حصل له اي حاجه هو امام السبب صح، بس هو اللي هيشيل الليل. طيب.